الوادي الجديد تحول إلى محافظة سوهاج، حيث نظمت نقابة المهن الزراعية بسوهاج سهرة رمضانية بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة سوهاج والاحتفال بليلة القدر والاحتفال بعيد القيامة المجيد. تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية والابتهالات والإنشاد الديني والأغاني الوطنية التي نالت إعجاب الحاضرين. من سوهاج تفاصيل وقفة مع زميلين عبد الفتاح الدقيشي ومحمد الدقيشي. تحت رعاية الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر، نظمت نقابة المهن الزراعية بمحافظة سوهاج سهرة رمضانية بمقر النقابة بمدينة سوهاج بحضور الدكتور خلف همام عميد الزراعة بجامعة سوهاج والمهندس مختار علام نقيب الزراعيين بالمحافظة ولفيف من مدير الإدارات الزراعية بمديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي وأعضاء مجلس النقابة والمهندسين الزراعيين ومختلف القيادات الزراعية. سهرة جميلة وليلة من ليالي رمضان بنقابة الزراعيين بسوهاج. نشكر نقيب الدكتور سيد خليفة والدكتور مختار علام على تنظيم حفلة إنشاد ديني وسهرة من سهرات رمضان بمحافظة سوهاج. تم دعوة المهندسين الزراعيين لحضور حفل إفطار وسهرة إنشاد ديني وليلة من ليالي الزمن الجميل بمحافظة سوهاج وتجمع من المهندسين الزراعيين بمحافظة سوهاج. والنهاردة كانت من أفضل وأسعد الليالي اللي شهدناها الاحتفال بشهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين. بهذه المناسبة الطيبة بمناسبة شهر رمضان المبارك وبمناسبة الأعياد اللي بتهل علينا دايما، عيد النصر، عيد العاشر من رمضان، عيد القومي لمحافظة سوهاج، يعني نقابة الزراعيين بتشارك، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد بكل هذه الاحتفالات الطيبة في هذه الأيام المباركة نقابة الزراعيين بتشارك أهل سوهاج في هذه الاحتفالات المباركة. وبنقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل المهندسين الزراعيين بمحافظة سوهاج وعلى مستوى جمهورية مصر العربية بهنوا شعب سوهاج وبمناسبة الأعياد الطيبة المباركة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. يكون في عبارة عن يعني إيه ترويح عن النفس في بعد الفطار كده، في حفلة مسائية بمناسبة العشرة الأواخر. كل سنة حضراتكم طيبين، ونبشر السادة الزراع ان احنا مستعدين استعداد تام وحيث تم رفع اسعار التوريد بامس من 1100 جنيه ل 1500 جنيه توريد طن الاردب القمح، وتم استعداد التام لزراعة الذرة والمحاصيل الصيفية الاستراتيجية، حيث وتم توفير جميع التقاوي للفلاحين والأسمدة. ونبشر قطاع الإصلاح الزراعي بسوهاج، يبشر السادة المزارعين بتوفر الأسمدة بكميات لكل من يريد أي سماد على مستوى المحافظة موجود في الإصلاح الزراعي تحت أمر كل المزارعين، وكل عام وانتم بخير. النهاردة شاركت بالابتهالات الدينية والإنشاد الديني في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقابة الزراعيين في سوهاج. كانت سهرة روحانية جميلة، نسأل المولى جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالرضا، وكل عام وكل الأمة الإسلامية بخير، وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام باليمن والخير والبركات. هذه الأيام أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، ننتظر فيها ليلة القدر، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه اللحظات أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا وإياكم من أهل ليلة القدر يا رب العرش الكريم. وكل عام وأنتم بخير جميعا، وكل عام وكل أهل سوهاج ومحافظة سوهاج بخير وطيبين إن شاء الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا ربي
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الاحتفالية تضمنت العديد من فقرات الابتهالات والإنشاد الديني والأغاني الوطنية، والتي تأتي للتأكيد على حرص النقابة في مشاركة الزراعيين في كافة المناسبات القومية والدينية والاجتماعية. من داخل نقابة الزراعيين بمحافظة سوهاج، عبد